مع بدء احتقان الأزمة السورية، شرع النظام التركي بإعداد طبخته على النار المندلعة في الجوار الجنوبي لبلاده، وسرعان ما رفع الشعارات الإنسانية التي أخفى وراءها أجنداته الاحتلالية، مكملاً بها مشواره إلى الآن. فتح رأس النظام التركي رجب أردوغان الحدود التركية على مصراعيها أمام أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، ليستخدمهم فيما بعد ورقة ضغط من أجل مقايضاته، محدثاً اليوم أزمة إنسانية تتفاقم تداعياتها يوماً بعد آخر. في 2016، وبينما كانت قوات سوريا الديمقراطية تحقق انتصاراتها على الأرض في مقارعة أعتى التنظيمات الإرهابية التي تمددت في أراض واسعة من سوريا والعراق، خطط النظام التركي للتدخل العسكري المباشر في سوريا ليبقى على تماس مع الأحداث ويبدأ بلعبته قبل فوات الأوان. فأمن الحماية للإرهابيين وقاداتهم الذين لجأوا إلى حاضنة خطط لخلقها أردوغان في المناطق التي عمل على احتلالها في شمال وشمال غربي سوريا. استخدم الاحتلال التركي تلك الفصائل الإرهابية لتطبيق مشاريعه على الأرض، فقام بإعادة تنظيمها تحت مسمى الجيش الوطني لنزع غطاء الإرهاب عنها وإطفاء الشرعية عليها كقوة عسكرية سورية معارضة، وهي في غالبها فصائل إرهابية باتت تحمل أسماء ذات دلالات رمزية تركية، وظيفتها التنكيل بالمدنيين الذين أبوا التخلي عن ممتلكاتهم. بعد الاحتلال وتسخير الإرهابيين، سارع أردوغان لإكمال خطواته التالية في خلق ظروف استثنائية تخلق واقعاً يسعى من خلاله لتحقيق هدفه المبطن لتوسيع حدود دولته إلى ما كانت في سالف عهد أجداد العثمانيين، ليشرع بمحاولات التهجير القسري مستغلاً غض المجتمع الدولي الطرف عن ممارساته وتمثيله دولياً لدور الضامن للحل السياسي في سوريا، وهو الذي يسهم مع شركائه في تعثره لتتجاوز محادثات الحل السياسي عشرات الدورات دون تحقيق خطوة للأمام، وإنما إتاحة المزيد من الوقت ليكمل أردوغان عبثه في المنطقة. تنفيذاً لسياسة التهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال التركي في المناطق المحتلة بالشمال السوري، يتعرض كل من بقى من المدنيين الأصليين لانتهاكات الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي. العديد من المنظمات الحقوقية ومراكز توثيق الانتهاكات سجلت ممارسات من قبيل فرض الإتاوات، سلب الممتلكات، الخطف، الاعتقال التعسفي، والقتل العمد، واللجوء إلى ممارسات للقضاء على الملامح السورية من خلال تتريك المؤسسات الإدارية والخدمية ورفع العلم التركي فوقها، فرض اللغة التركية في المؤسسات التعليمية، فرض البطاقات الشخصية التركية، تغيير معالم المناطق المحتلة وتغيير أسمائها بما يناسب الثقافة والتاريخ التركيين، فرض التعامل بالعملة التركية، استغلال المنطقة اقتصادياً للتنفيس عن الأزمة الاقتصادية التركية، تبعية المناطق المحتلة إدارياً للولايات التركية. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة منظمة خاصة بتوثيق الانتهاكات وجمع التقارير والمشاهدات المتعلقة بذلك، يضعنا مديرها في صورة المنهجية المتبعة لتطبيق الانتهاكات من قبل الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له في مناطق شمال وشمال غربي سوريا. هذا سؤال كتير أساسي مهم. طبيعة الانتهاكات بالعمليات يعني أثناء عمليات الاحتلال الأراضي السورية اختلفت من فترة إلى فترة. إذا أخذنا عفرين مثال، الانتهاكات الأولى اللي رافقت العملية العسكرية على سبيل المثال
كان لها علاقة أكثر بموضوع الهجمات العشوائية، قتل المدنيين، عدم أخذ قوانين الحرب أو مبادئ القانون الإنساني الدولي مثل أخذ الاحتياطات والتفريق بين الأهداف المدنية والعسكرية من الاعتبار. فلما عم نحكي عن عمليات عسكرية عم نحكي عن طبيعة انتهاكات مختلفة. أيضا شاهدنا أنه كيف صار في عمليات إعدام ميداني وهي قطعا تعتبر جرائم حرب. بفترة العمليات العسكرية كان في أنماط معينة من الانتهاكات، لما تم السيطرة مباشرة على منطقة عفرين، مدينة عفرين بشكل أساسي، صار في آلاف عمليات نهب الممتلكات وسرقة الممتلكات والاستيلاء على ممتلكات المدنيين. فالنمط الثاني الواضح كان بعد انتهاء العملية العسكرية هو موضوع النهب بشكل واسع وبشكل منهجي ضد ممتلكات الكرد السوريين. بعدها تماماً بهذيك الفترة صرنا عم نشوف نمط آخر من أنماط الانتهاكات، وكانت لها علاقة أكثر بموضوع الاحتجاز، الاعتقال التعسفي، اتهام الأشخاص، الناس اللي بقوا بالمنطقة إنهم كانت علاقات أو صلات مع الإدارة الذاتية أو حزب العمال الكردستاني أو ما شابه. بعدين نمط هذه الانتهاكات اختلف، صار في انتهاكات لها علاقة بخلق أجواء للدفع السكان الأصليين إلى الهجرة، فصار في عمليات تتريك، عمليات تعريب، عمليات ضغط على السكان الأصليين، عمليات منعهم من الحصول على المساعدات، اعتقالات وخطف وطلب فدية. كثير من هذه الانتهاكات بالنهاية، وهذا كان وصف للجنة التحقيق الدولية، أنه بالنهاية المطاف دفعت السكان الأصليين لحتى يهجروا أو يعني يهاجروا أو ينزحوا من منطقة عفرين إلى مناطق سورية ثانية أو حتى إلى برات سوريا. دز أردوغان الدول الأوروبية بورقة اللاجئين السوريين في تركيا من أجل الحصول على التمويل منها لإتمام مشاريعه التوسعية في المناطق السورية، ولم يتردد بانتهاك كرامات السوريين في 2019 عندما قام بزجهم على الحدود التركية اليونانية ليفترشوا العراء أياماً ويتعرض لاعتداءات الشرطة الحدودية ويصبح غير قادرين على العودة ولا الإقدام نحو الحدود اليونانية المغلقة في وجوههم. يعني واضح جدا من بداية النزاع أو الانتفاضة السورية، تركيا يعني إحدى الدول، يعني إحدى أكبر الدول المستفيدة من هذا النزاع، والغرب بشكل عام ممكن الدول الأوروبية هي مش على استعداد حاليا تفكر بشكل يعني بشكل شوي موضوعي عن دور تركيا بالنزاع السوري. يعني هي كان في سردية واضحة من قبل الدول الغربية، وهذه السردية هي سردية مسيسة بشكل أساسي، بتقول على سبيل المثال إنه النظام أو الحكومة السورية هي الوحيدة المسؤولة عن موضوع الانتهاكات. وهذا الكلام بالبدايات كان صحيح، لأنه بالبدايات ببداية الانتفاضة السورية كانت الحكومة السورية هي الوحيدة اللي عم تنتهك وبتقتل المتظاهرين. لاحقا مع نهاية العام 2011 بداية العام 2012 صار في سماع، يعني صار في مجموعات مسلحة من غير الحكومة السورية، وهذا ما له علاقة بموضوع موقف سياسي، هي دي واقعة والمنظمات الدولية كمان بتأكد هذا الشيء. هلا الشيء الأخطر اللي صار بالعام 2012 إنه تركيا فتحت الحدود أمام آلاف الجهاديين لحتى يصيروا ضمن الأراضي السورية ويشكلوا تنظيمات إرهابية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها وغيراتها. هيدي الحقيقة لحد هلا الدول الأوروبية بتعترف بالاجتماعات الخاصة بأنه في هيك شيء، بس ولكن على العلن ما عم تحاول، يعني لحد هاي اللحظة الدول الغربية والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية هي ما عندها الجرأة السياسية لحتى تفوت بهذا النقاش السياسي الصريح للدور التركي بالأزمة السورية، لأنه كمان لسه تركيا عندها كروت منها لاجئين. يعني بأي أزمة شفنا مثلا بأيام لما صار في هجمات على محافظة إدلب، وبأي أزمة سياسية تانية تركيا بتلوح بهذا الكرت اللي هو اللاجئين السوريين، وبيهدد الدول الأوروبية أنه أنا رح أفتح الحدود وغرقكم باللاجئين السوريين. ليس ذلك وحسب، فتأجيج مشاعر العنصرية لدى الشعب التركي إزاء اللاجئين السوريين والتعرض لهم كانت سياسة مفتعلة من قبل النظام حسب مراقبين، خدمة لغايات اتضحت اليوم في رغبته بنقلهم إلى مستوطنات يسعى لبنائها في المناطق المحتلة بالشمال السوري، وخاصة مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية، وقد بدأ ببعضها فعلياً
إكمالا منه لسياسته في التغيير الديموغرافي للمنطقة التي تعتبر قطعا جريمة حرب وفقا للعرف القانوني الدولي. بالنسبة للاستيطان كمصطلح، الاستيطان هو يأخذ في القانون الدولي معنى أن تقوم دولة محتلة بنقل رعاياها إلى منطقة أخرى، وهذه تعتبر مخالفة للقانون الدولي وتعتبر من الجرائم التي تعتبر يعني خطرة جدا. صدرت كثير من القرارات مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أدان المستوطنات، وكليات أتذكر القرار الشهير لمحكمة العدل الدولية بإدانة المستوطنات الإسرائيلية، أيضا المادة 49 من معاهدة جنيف حظرت على دولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها. أنا هنا أقول على جزء من سكانها، الحالة السورية حالة مفارقة لأنها تنقل تابعيها. عقيدة الاحتلال التركي هي حرب بالوكالة كمان أصعب من هيك، يعني أبناء البلد الواحد تعمل فيه تغيير ديموغرافي إذا حاولنا نوصفه منهجيا أو أكاديميا، وهذه أخطر، أيضا تؤدي إلى اقتتال أبناء البلد الواحد. مع كل هذا وذاك، اتفاقية لاهاي تطرقت لبعض الأمور عدا نقل السكان اللي نسميه استيطان. عندما تحدثت بالمادة 49 عن حياة المدنيين، عن حماية الملكية الخاصة، عن المحافظة على المعتقدات، وإحنا شفنا يعني بعفرين جرى احتلال بيارات الزيتون وجرى مصادرة الممتلكات، والفصائل كانت تتحارب على الأمكنة التي تستثمرها لها بشكل شخصي عدا ترحيل السكان. ومصادرة الملكية الخاصة أيضا تضمنتها اتفاقية جنيف بأنها هذه من جرائم الحرب. هذا بالنسبة للاستيطان. أما التغيير الديموغرافي فهو شيء آخر وأخطر أيضا. الشروع ببناء المستوطنات في المناطق المحتلة على طول الشريط الحدودي المحتل في مناطق شمال سوريا تمهيدا لترحيل السوريين من تركيا حسب ما جاء في خطة النظام التركي التي أسماها العودة الطوعية لمليون لاجئ سوري هي أكثر العلامات الدامغة لمساعي التغيير الديموغرافي التي تحدث بتواطؤ كلي مع ما تسمى قوى الثورة والمعارضة أو ما يسمى الائتلاف المعارض المرتهن لنظام دولة الاحتلال التركية. ووفقاً للقانون الدولي فإن تلك العملية تعتبر تهجيراً قسرياً يجرمها النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية في المواد 5 و6 و7 معتبراً إياها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية. هذا الموضوع بصراحة خطير جداً لأنه لم يطال فقط وحدة الأراضي السورية، أيضا سيد كرة الحد السياسي في سوريا. وأنا كلية تذكر في 2 شباط 2021 يعني كانت المعارضة التابعة لتركيا شريكة في هذا الموضوع، لأنها لمن يتابع طرحت سلطة الائتلاف والحكومة المؤقتة في شباط 2021 ما أسمته على لسان رئيس الائتلاف ما أسمته بالمشروع البديل. المشروع البديل وهو الذي يقوم على توطين النزوح والتغيير الديموغرافي. طبعا هذه الفكرة أنا لا أقدم اتهامات، قدمت هذه الفكرة من رئيس الائتلاف بوجود رئيس الحكومة المؤقتة في مركز دراسات في قطر، كلنا نتذكر إذاعة الإعلام، وتحدثوا فيها بأن الحل في سوريا هو اللا حل، لأن الجميع لا يريد الحل لأنه يستفيد من مكتسباته. إذا كان الجميع لا يريد الحل ويستفيد من المكتسبات التي يحققها، إذن لماذا نطرح مشروع ما اسموه المشروع البديل؟ ما هو المشروع البديل الذي طرح؟ طرح هو طرح سلطة الائتلاف و
الحكومة المؤقتة تحويل المخيمات، وهذا مش طرحي يعني، هم حكوها وموت لأي متابع، بدءا من تحويل المخيمات في مناطق الشمال السوري إلى قرى سكنية، قالوا اتساقا مع تثبيت خطوط التماس. شوفي تثبيت خطوط التماس، إذن هي المسألة مسألة تقسيم لسوريا أولا، ثانيا مسألة تغيير ديموغرافي، عدا أنها انتهاك للسيادة السورية والأراضي السورية واحتلال سوريا، واضح أنها تريد أن تثبت الوضع القائم استنادا على خطوط التماس. أما تمويل المشروع الضخم لتغيير ملامح الشمال السوري فيتم عبر أسماء منظمات ترفع شعارات إنسانية رصدتها منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة خلال تقرير لها عن مستوطنات جبل الأحلام المقامة في منطقة عفرين المحتلة شمال غربي سوريا بعد حصولها على التمويل من الدول المانحة، كما حصل مؤخراً في مؤتمر بروكسل السادس للمانحين من أجل سوريا. تركيا عندها كروت عم تستخدم هذه الكروت، مثل ما صار بموضوع اللي عم تصير بموضوع بروكسل، انه نحن عم نستضيف هدول اللاجئين وبدنا مصاري، بس بنفس الوقت عندهم خطاب داخلي يقول نحن كدولة تركية صرفنا اكثر من 40 مليار على اللاجئين السوريين، بس بيطلعوا الالمان قبل مثل ما قالوا قبل فترة انه نحن صرفنا المبلغ ملايين الدولارات على اللاجئين السوريين. فالقصة الاتحاد الاوروبي يعني من يعني بالغرف المغلقة بيعرفوا الدور التركي، دورهم بموضوع التنظيمات الجهادية، دورهم بموضوع مش بس يعني إدخال هدول التنظيمات لهيد المناطق، يعني خلق مناطق، يعني إنه هيد المناطق صارت نوع من المناطق الآمنة للجهاديين بشكل أساسي. طبعا هذا الكلام ما بيعني إنه ما في مدنيين هناك، هذا الكلام ما بيعني إنه في نازحين، لازم كلياتنا نقول إنه نحن لازم نحميهم، نحن بنقول هدول النازحين أهلنا وأخوتنا ومدنيين لازم نحميهم، بس اللي عم بصير إنه هيد المناطق كمان بشكلها الثاني بتصير لأنه في حماية تركية، هي كمان أماكن ملائمة للجهاديين لقادة تنظيم داعش لحتى يتخذوا من هيد المناطق كمان يعني ملاذ لحتى يهربوا من التحالف أمن القوات اللي عم تحاول تستهدف. هلا هذا التقرير اللي تم شغله على ما يسمى بقرية جبل أحلام هو أحد تقارير، عندنا مجموعة ثانية من التقارير راح تصدر تباعا على موضوع التجمعات السكنية وتحديدا بمنطقة عفرين ولاحقا بمناطق سورية ثانية. التوصيات الأساسية لها علاقة بموضوع أنه في منظمات إنسانية متورطة، منظمات إنسانية تحت مسمى أنه نحن عم نساعد النازحين وعم نقدم مواد بناء أو ما شابه، هن عم بيساعدوا عم بيشجعوا لحتى يتم التوطين بمناطق معينة. وأحد الأمثلة إذا أخذنا مرة تانية موضوع جبل الأحلام، يعني جزء من الناس يعني اللي هن تم توطينهم بهذه المناطق بيقولوا أنتوا حطيتونا بمناطق جبهة، بمناطق يعني خطرة. فبالأساس يعني موضوع هذا الاختيار هذه المنطقة لولا الدعم من المنظمات الإنسانية والتشجيع أو ترغيب الناس بالذهاب إلى هذه المنطقة ودعمه إنسانيا، الناس ما كانت أو على الأقل هذا الجزء المدني ما كان راح على هيدي المنطقة. فالمنظمات الإنسانية للأسف بمنطقة عفرين وغيرها عم تلعب دور سيء جدا، وعم تتورط وعم تتواطأ بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال تسهيل عمليات الاستيطان هيدي منطقة عفرين وغيرها من المناطق. هنا يطرح المتابعون سؤالا بديهيا، لماذا لا يمنع المجتمع الدولي النظام التركي من العبث بمصير اللاجئين السوريين في تركيا باعتبار سوريا ما زالت منطقة غير آمنة، خصوصا أنه قد سبق ورفض سياسات الدنمارك لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم؟ الإجابة تكمن في أن النظام التركي خدع السوريين بعدم منحهم صفة اللجوء. أما تداعيات ذلك فنسمعها من الدكتور محمد الشاكر. بالنسبة لتعامل تركيا مع ملف اللاجئين بالأساس هو ملف استثمار، يبدأ من عدم منح صفة اللجوء. هلأ اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين 1951 عرفت اللاجئ هو الشخص الذي يوجد خارج بلده وهو أيضا المعتاد والذي عبر
الحدود بسبب خوف يبرره هذا العبور. عندما ذهب السوريون 3 مليون، يقول 3 مليون أو 4 مليون إلى لم يمنحوا حق اللجوء. أنا يتواصل معي كثير من السوريين حول آلية كيف يأخذ حق اللجوء. كل شخص يعبر الحدود في أي بلد، في أي بلد، كل السوريين يعطى وثيقة لاجئ. عمل السوريون بطريقة مهاجرين وأنصار. لماذا لم يأخذوا صفة لاجئ؟ لأنه عندما يأخذ صفة طالب لجوء وليس لاجئ، ربما يرحل إلى بلد آخر. توطين. لماذا لم تمنح تركيا وعملتهم على يعني العزف على الوتر البسطاء والديني واستغلال الدين، مهاجرين وأنصار؟ شو استفادوا من عبارة مهاجرين وأنصار؟ لم يمنح السوري حتى بطاقة طالب لجوء، لأنه طالب اللجوء لا تحق الدولة أن تقله، لا تحق الدولة أن تسلمه، لا تحق الدولة أن تعيده، لا وله محامي خاص، هذه معروفة. حق بسيط لأي لاجئ يعبر الحدود، أول ما يدخل أي بلد آخر يأخذ. السوريون يمتلكوا الكملك، إقامة، يعني كأنه سائح. بالنسبة للكرد السوريين، التاريخ يعيد نفسه. حسب متابعة السوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فالتشابه بين مشروع الإصلاح الزراعي الذي سبق وقام به نظام البعث لاستهداف الوجود الكردي في شمال شرقي سوريا، ومشروع بناء التجمعات السكنية من قبل الاحتلال التركي لإسكان 1 مليون لاجئ سوري بتركيا في الشمال السوري المحتل، وتشكيل حزام حدودي خال من الوجود الكردي فيها، يبدو جلياً في النتائج الناجمة عن المشروعين. شوف التقارب بموضوع المشروعين. في المرحلة الأولى هو موضوع السيطرة، أخذ هيدي الأراضي تحت مسمى الإصلاح الزراعي بالشمال. المرحلة الأولى هو احتلال هيدي المناطق، صار في تحكم بالأراضي بالمنطقة الثانية بالخطوة أو بالمرحلة الثانية صار في بناء لسد الفرات، وتحت مسمى أنه أنا بدي أعطي حياة جديدة لهدول النازحين بدون استشارتهم. يعني حتى هدول النازحين اللي تم جلبهم لمناطق شمال شرق سوريا، العرب هن ما تم استشارتهم بموضوع أنه هل هن عندهم رغبة بهذا الشيء. طيب مادام أنت بنيت سد على هاي الأراضي، ليش ما أعطيتهم تعويض عادل وما استشرتهم؟ بلكي هن بدهم مثلا أراضي بالمناطق المحيطة. يعني ما صار فيه، وتم جلبهم لأنهم ناس من قومية مختلفة، وتم إعطائهم قرى نموذجية على طول هذا الشريط الحدودي، وصار فيه مشاكل اجتماعية تانية. هلا ممكن حدا يقول لك إنه طبعا إيه عم نحكي عن شو الفرق، ما هو عم نحكي عن أراضي سورية. طبعا أراضي سورية من كل من حيث المبدأ وبحسب الدستور من حق أي حدا سوري يعيش بأي مناطق، مثل ما الكرد يروحوا على دمشق أو حلب أو غيرها. بس لما بتصير القصة جزء من مشروع، لما بيتم أخذ الأراضي من الناس، يعني ملايين الدونمات من الأراضي تحت مسمى الإصلاح الزراعي بيتم إعطاها لأشخاص معينين، طيب ليش ما تم إعطاهم لمزارعين عرب وكرد من نفس المنطقة؟ فهون الفكرة لما بصير نفس الشيء. يعني هون إذا لاحظت بالمشروعين إنه في إنه أنا كجهة عم تعمل هذا التغيير ديموغرافي، بدي حاول روج للمشروع بإنه هذا المشروع لخدمة الناس، أو لا إنه أنا بدي لاقي مكان جيد للمغمورين. حتى يعني أدبيات الحكومة السورية ونظام السوري كمان كان عم تسمي هؤلاء الأشخاص بالمغمورين. نفس الشيء هلا إذا عم نشوف الخطة التركية عم تتابعها من وجهة نظر التركية، الأتراك ما بيقولوا في تغيير ديموغرافي، لا، نحن بيقولوا إنه نحن حررنا مناطق، هيدي المناطق صارت آمنة، وأنا بدي سهل العودة الطوعية والآمنة والكريمة لهدول اللاجئين السوريين إلى هيدي المناطق. مراقبون للشأن السوري يقرؤون خطوات الاحتلال التركي على أنها مساعي لإحياء تجربة لواء إسكندرون أخرى، ومحاولة لتفتيت الخارطة السورية بتغيير الملامح السورية للشمال المحتل. تركيا وصلت لمرحلة طبعا بتقييد الضامنين الذين معها والذين هم حلفاء للنظام، روسيا وإيران. تركيا تخلت عن مسألة ما يسمى إسقاط النظام. تركيا لم يعد لديها أي شيء يتعلق بالثورة السورية منذ بعد معركة حلب، جرى الاتفاق وجرى تشكيل أستانة. لذلك أصبح هم تركيا أو ما تقول بحجة الأمن القومي أو شماعة حزب العمال الكردستاني أو تهمة الانفصال وغير ذلك، الآن هي تعمل
على طريقة لواء اسكندرون تعمل على إيجاد مجال حيوي لها على شاكلة جمهورية شمال قبرص التي لا تعترف فيها سوى تركيا. هذا هو المطلوب، يعني تفتيت الجسد السوري، إلغاء سوريا من الخارطة في إطار هذه العمليات التي تجري. مع دخول الأزمة السورية عامها 12، عاثت الأطراف الخارجية التي ادعت سعيها لتوجيه دفة الأزمة نحو الحل السياسي فساداً في سوريا، ونكلت بظروف السوريين المستاءة أصلاً، ليصبح السوري حجر الشطرنج عاجز عن التحرك بإرادته، تغير مصيره عنوة الأطراف الخارجية بما يتوافق وأجنداتها.